السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة خط حساب جوجل للهاتف سامسونج جالاكسي جي 4 كور موديل جي 410 اف، اصدار الاندرويد 8.1، اصدار الحماية الثاني. بعد اختيار اللغة وتسجيل شبكة الواي فاي، بنرجع للصفحة الرئيسية للاعدادات اللي اخترنا منها اللغة. هنحتاج شريحة اتصال مقفولة بكلمة مرور. علشان نقفل شريحة الاتصال بكلمة مرور هنحطها في جهاز مفتوح. بندخل على الإعدادات، وبعدين بندخل على الحماية والخصوصية، المزيد من الإعدادات، تعيين بطاقة الـ SIM. بنفعل خيار قفل بطاقة الـ SIM، بيظهر لنا مربع تأمين بطاقة الـ SIM اللي هنكتب فيه كلمة مرور قفل الشريحة. بنكتب مثلا 5 أصفار، بنضغط موافق. كده احنا قفلنا الشريحة بكلمة سر. بعد قفل الشريحة بكلمة مرور هننقلها لجهاز سامسونج المقفول على حساب جوجل، وبعدين بنضغط على مكالمة طوارئ، معلومات طبية، بندخل منفذ شريحة الاتصال. هنلاحظ تغيير في سهم الرجوع أسفل يمين جهاز. بنخرج منفذ شريحة الاتصال من مكانه، بنضغط موافق، بنضغط ضغطة واحدة على زر الباور، وبعدين بنضغط ضغطة مرة تانية على زر الباور علشان نفتح الشاشة. هنلاقي إشعار من الجهاز أعلى منتصف الشاشة أسفل الوقت والتاريخ. بنسحب الإشعار اللي تحت، وبعدين بنضغط على أيقونة الترس على يسار الشاشة، بتفتح لنا الإعدادات. بندخل على التطبيقات، كل التطبيقات، بننزل تحت خالص، وبعدين بندخل على اليوتيوب جو، الإشعارات، المزيد من الضبط في التطبيق. بننزل تحت خالص وبندخل على لمحة عامة، بنضغط على أحكام خدمة اليوتيوب، بيفتح لنا المتصفح، بنضغط لاحقا. على المتصفح فوق بنكتب مكان البحث VN Room زي ما هي مكتوبة قدامنا على شاشة الفيديو، وبعدين بنضغط الذهاب، بنختار أول نتيجة بحث. الصفحة اللي موجودة قدامنا فيها التطبيقات اللي من خلالها هنقدر نتخطى حساب جوجل للجهاز. بنحمل تطبيق FRB VN Room. الصفحة ديت إعلان، ممكن تلاقي إعلان على تطبيق الفيسبوك أو تطبيق الواتس، المهم إن ده إعلان. لو ظهر لك بنضغط على زر الرجوع أسفل يمين الشاشة علشان نرجع للصفحة اللي كنا عليها من شوية. بنضغط مرة تانية على تطبيق FRB VN Room، بنضغط على سماح، جاري بدء التنزيل. بننزل تحت شوية وبنضغط على تطبيق سيتنج، جاري بدء التنزيل. أسفل المتصفح بتلاقي رمز العلامات، بنضغط عليه. الصفحات السابقة، محفوظات التنزيل، بنختار الملفات. في البداية بنثبت تطبيق FRB VN Room، الإعدادات، بنفعل خيار السماح من هذا المصدر، بنرجع خطوة للخلف، التالي، تثبيت. تم. وبعدين بنثبت تطبيق سيتنج، تثبيت، فتح. بتفتح لنا الصفحة الرئيسية للإعدادات. بندخل على شاشة القفل والحماية، ضبط آخر للحماية، تطبيقات مسؤول الجهاز. بنلغي تفعيل خيار العثور على جهازي، إلغاء التفعيل. بنفعل مدير جهاز أندرويد، تفعيل. بنرجع للصفحة الرئيسية للإعدادات مرة تانية، بندخل على التطبيقات والإشعارات، كل التطبيقات، بندخل على تطبيق كروم، بنضغط على إلغاء التفعيل، إلغاء تفعيل التطبيق. بنرجع خطوة للخلف، وبعدين بندور على تطبيق جوجل بلاي سيرفرز أو خدمات جوجل بلاي، إلغاء التفعيل، إلغاء تفعيل التطبيق. بنرجع للصفحة الرئيسية للإعدادات مرة تانية، بندخل على حسابات، حسابات،
إضافة حساب، بنختار جوجل، بنسجل دخول لحساب جوجل على الصفحة اللي موجودة قدامنا في الفيديو. لو ما معناش حساب نقدر ننشئ حساب على أي جهاز تاني وبعدين نرجع للصفحة ديت نسجل دخول بنفس الحساب على الجهاز. أوافق. بعد تسجيل الدخول بنجاح بنرجع لصفحة الحسابات مرة تانية، وفوق هتلاقي اسم أو البريد الإلكتروني للإيميل اللي أنت سجلت بيه. بنرجع للصفحة الرئيسية للإعدادات مرة تانية، وبعدين بندخل على التطبيقات والإشعارات. كل التطبيقات أعلى يمين الشاشة بنلاقي كلمة كل التطبيقات، بنضغط عليها، بنختار تم إلغاء التفعيل، بنلاقي تطبيق كروم وتطبيق جوجل بلاي اللي لغينا تفعيلهم من شوية. بندخل على تطبيق كروم، بنضغط على تفعيل، بنرجع خطوة للخلف، بنضغط على تطبيق جوجل بلاي، بنضغط على تفعيل، بنعمل إعادة تشغيل للجهاز. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنضغط على كلمة بدء، التالي، بنحدد الكل، بنضغط موافق، إشعار من الجهاز تم إضافة الحساب بنجاح، بنضغط التالي، التالية. ليس الآن، تخطي على أي حال، لا شكرا، قبول، حسنا، إنهاء. تم تخطي حساب جوجل بنجاح. يفضل عمل إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات علشان خاطر الملفات اللي حملناها وثبتناها من الإنترنت. إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات الجهاز بعدها مش بيطلب مننا حساب جوجل. بندخل على الضبط، النظام، إعادة الضبط، إعادة تعيين بيانات المصنع، إعادة الضبط، مسح الكل. الجهاز بيعمل إعادة تشغيل وفي الغالب بيفضل على شعار سامسونج من 5 لـ 8 دقايق. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنضغط على بدء، التالي، بنحدد الكل، موافق،
التخطي التخطي التالي ليس الآن التخطي على أي حال قبول إنهاء تم تخطي حساب جوجل وعمل إعادة ضبط المصنع للجهاز بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.